يحيى من الجزائر، تفضل. أخ علاء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يعني دقيقة مع سماحة السيد إذا كان ممكن. تفضل. تفضلوا. السلام عليكم سماحة السيد. عليكم السلام ورحمة الله. والله أنا أكلمك من الجزائر، وكن على يقين سيدي أن الآلاف في الجزائر هم من مريديك وهم تلامير أمام حصتك. وإن كنا سابقا نحن على كل حال لم نعرف التشيع إلا من خلال المنظار الوهابي والصهيوني على كل حال، تصوروا لنا أن الشيعة هم الشر المطلق. أما الآن سمحت السيد وأعتذرك على هذه الكلمة، فإن أطروحتك قد أسقطت آخر ورقة توت كانت تغطي هذا الركام من الوهم والانحراف لمدة 14 قرن. شكرا. ونحن الآن وإن كنا نعاني من هذا الشر القادم من الفكر الوهابي، ونحن بين مطرقة التكفير وفنجان التفجير، وقد أنفقت ملايير الدولارات للانحراف بشعوب شمال إفريقيا عن دين الفطرة، حتى أصبح الشباب على كل حال في مدة معينة لا يعرف من شخصيات الإسلام إلا عائشة وهند ومعاوية وعمر. وبحمد الله على كل حال سماحة السيد، نحن الآن على كل حال نعلن تشيعنا ومحبتنا وولاءنا لأهل، واعلم أن في الجزائر ليسوا مجرد مستمعين بل هم يفهمون، وكن على يقين أنهم طلبة، وإن كنا أمام هذه الحصة فقط ولكن طلبة ونفهم بدقة مطلقة على كل حال. شكرا يحيى لك، أشكرك. يعني لم يفهم، لا حتى يفهم الأخ العزيز بأن نعم. المستمعين لهذا البرنامج عوام الناس بالتأكيد. كما تفضل بيني وبين الله نحن لن نوافق على الإطلاق بهذه الكلمة. لماذا أنت لست من العوام والآخرين من العوام؟ أي منطق هذا؟ هذا هو منطق الإقصاء. أحسنتم. لماذا أنا أفترض بأن عقلي يستوعب وعقل الآخرين، وعقل الآخرين لا يستوعب؟ لماذا أنا أستطيع أن أميز بين الحق والباطل والآخرين لا يستطيعون أن يميزوا؟ اليوم السنة تشيعوا، أدركوا السنة يا عباد الله، السنة تشيعوا. ولكن الذي يؤذيني أكثر ما يؤذيني أن أسمع مداخلات من هنا وهناك تقول أنا سني، لكن من اليوم أنا شيعي. علي الأمير ونعم الأمير، نصير النبي ببيت الإله ابتدى،
خذ هوى ساجدا أشار لإصبعه شاهدا بتوحيد خالقه إن ندى وسط بيت الحرام وفي مسجد نال حسن الختام وللحق كان اللواء والحسام بأمر الإله اللطيف القدير علي ومن حاز تاج العلا سواك ومن الحسود ابتلى ومن فيك وثاق عقد الولا بحبك قد نال نفس المصير علي بجاه النبي الامين وبامراته والحسن والحسين لشبرك عجل بفتح مبين ويسر لنا كل أمر عسير.